مساءات نوفمبر المجيد دائما مساءات جميلة ورائعة وفيها الكثير من المشاعر الاحتفائية بالوطن، الاحتفائية أيضا بطبعا هذه الروح الوطنية الرائعة الموجودة في دواخلنا جميعا. الله يديم إن شاء الله هذه الاحتفاءات، وإن كانت اختلفت طبعا في ظل جائحة كورونا، لكن تبقى الفرحة في قلوبنا دائما حاضرة بالمنجز في هذا الوطن العزيز. في ظل هذه الجائحة أيضا نحتفي بأيام نوفمبر المجيد، وكذلك أيضا نقدر هذه الجهود التي يقوم بها الطاقم الطبي في مختلف المؤسسات الصحية سواء كانت خاصة أم حكومية. ومعنا في هذه اللحظات الدكتورة عزة بنت محمد الهنائية، طبيب أخصائي أمراض نفسية بمجمع صحي بركة. دكتورة عزة أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا. بداية دكتورة نحييكم على جهودكم طبعا في هذه الجائحة، وخبرينا عن مختلف الجهود المبذولة هناك بالتحديد في مجمع صحي بركة في ظل طبعا مكافحة جائحة كورونا وعلى المستوى النفسي بالتحديد. أوكي تمام. طبعا لما نجي نتكلم عن الجهود المبذولة في المجمع بركة خصوصا، طبعا كنا من بداية الجائحة تم ترتيب تقسيم العمل سواء في حاجات عملناها في المؤسسة نفسها وفي حاجات عملناها ما داخل المؤسسة متعلقة بالحالات. ففي داخل المؤسسة كان تم تخصيص عيادة نفسية، عيادة للحالات التنفسية مختصة بحيث أن نقلل مخالطة هذول المرضى مع المرضى الآخرين. يتم توجيههم من البداية عند دخولهم بالبوابة، نسأل المرضى عن أي أعراض يمروا فيها، ونشوف إذا عندهم أعراض تنفسية يتم توجيههم عن طريق لوحات إرشادية وكذلك أسهم موجودة لتوجيههم للعيادة التنفسية. هذا يقلل المخالطة وكذلك يقلل المرضى الآخرين العرضة لأنهم يتخالطوا مع هذول المرضى. بالنسبة للمرضى الآخرين تم تقليل عدد الحالات المتابعة للمرضى المستقرة حالاتهم، من هنا تقلل عددهم فكذلك زيادة حنقلل المخالطة. وكذلك تم تخصيص هاتف للصيدلية عشان ترتيب الأدوية يكون وتسليم الأدوية بدون ما المريض ينتظر، مجرد يرسل رسالة ونبلغ أن الدواء جاهز يجي يستلم ويطلع. بينما من خارج المؤسسة يعني كان هناك فريق عمل طبعا بجهود الإدارة المتميزة الرائعة جدا. المميز مجمع بركة أن احنا كفريق عمل كأسرة واحدة، ففريق العمل اللي كان يشتغل في الجائحة كان فيه من كل الفئات الطبية والطبية المساعدة، يعني من أطباء إداريين من كل الأقسام. طيب يشتغل دكتورة، حتى من الأطباء النفسيين كانوا يشتغلوا في فرق العمل الجائحة. دكتورة يعني جانب كبير من جائحة كورونا وهذا الفيروس وانتشاره، جانب أيضا متعلق بالجانب النفسي نتيجة قلة المعلومات عن هذا المرض وأيضا تضاربها. صحيح. واختلافها وانتشاره الواسع. فهل هذا أيضا سبب تحدي في التعامل مع من يصابون بأعراض هذا الفيروس، من يأتون إلى المجمع الصحي من الجانب النفسي بالتحديد؟ أيوة طبعا في كان نوع من التحدي، سواء كان لو جينا نتكلم عنها على نطاق العاملين الصحيين أو المرضى المتابعين. ففي أعراض نفسية يمر فيها المرضى قبل وأثناء وما بعد الإصابة، والعاملين الصحيين ما قبل متابعة المرضى وأثناء متابعتهم للمرضى. فمثلا كثير من الحالات اللي مروا بالقلق، هل إحنا بنصاب بالمرض، هل إذا تكلمنا عن العامل الصحيين هل أنا أنقل العدوى للناس اللي موجودين معي في البيت، هل أعتبر مصدر خطر على الآخرين. فكنا باستمرار نحاول نقدم الدعم لهذا، لو جينا على العاملين الصحيين نقدم رسائل الدعم المستمرة لهم عن طريق الواتساب اللي احنا طبعا مجموعات العمل الموجودة باستمرار، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كذلك وجودنا معهم. أنا أسلفت أنه فرق العمل اللي كانت تشتغل كان من ضمنها العاملين الصحيين النفسيين، فكنا متواجدين معهم، فوجودنا في الفريق يساعدنا ان نقدم الدعم
وكذلك انه نشوف الحالات اللي تستدعي تدخل اكثر. بالنسبه للمرضى كنا نتواصل معاهم، اي مريض يحس الطبيب لما يجي على العياده التنفسيه انه يحتاج الى متابعه نفسيه، بس مجرد يتصل فينا انه في مريض كذا كذا وضعه، نعم. فاحنا نتواصل مع المريض ونتكلم معاه ونشوف ايش اللي احنا يحتاج نقدمه. ممكن دكتورة تذكرين ايوه أبرز الحالات اللي يمكن نتكلم عنها طبعا كان مرتبطة بالحالة النفسية، يعني شعوريا تجاه مرض كورونا بالتحديد؟ اوكي، يعني لو جينا نشوف ان في بعض الحالات اللي حاليا نتابعها هم حالات ناس متعافين من المرض، اثناء اصابتهم بالمرض كانوا يعانوا من قلق شديد. القلق كان اسبابه هل انا بطلع من الازمة الصحية هذه او لا، هل انا خالطت ولا قلت العدوى لناس قريبين مني او لا، ايش وضعي، وكذلك كونه محجور، فانك جالس 10 ايام ما تخالط الناس كان يتعبهم كثير. بعد اصابتهم بعد التعافي في البعض منهم كان يعاني من حالات الاكتئاب، خلاص راحت نوبة القلق هو متعافي يعاني من حالات الاكتئاب، نعم. قد تكون لها أسباب نفس الشيء الحجر اللي كان فيه، قد تكون متعلقة بالفيروس نفسه. فإحنا نتابعهم حاليا، في بالنسبة منهم شفائهم جميل جدا والمستمرين في العلاج معانا. نعم. طيب دكتورة، من خلال ملاحظاتكم مع استمرار هذه الجائحة لأشهر عديدة، ومع أيضا توارد المعلومات والدراسات حول كيفية التعامل مع هذا الفيروس، كيفية انتشاره وكيفية تفاديه، وأيضا نسب التشافي التي هي في ازدياد ولله الحمد، هل تغير موضوع تأثير الجانب النفسي على سواء حتى على العاملين الصحيين أو حتى المصابين؟ طبعا لو جيت على العامل النفسي، اول شيء الناس الفزع او الخوف الشديد اللي كان موجود في البدايه حاليا اقل بالنسبه للعاملين الصحيين او بالنسبه للمرضى. لو جينا على الاعداد، سابقا الناس كانت بس تنظر الحاله، لو شافوا حاله حالتين في اليوم هذا يعتبر رقم مرعب بالنسبه لهم، والناس كانت مهووسه انها تتابع الاعداد في كل مكان، في عمان، دول الخليج، دول العالم، فهذا كان يتعبهم. حاليا لا، احنا مقتصرين على احنا وين موجودين، في المجمع، في السلطنة بالنفس، ايش الحالات الموجودة والارقام اللي احنا تخص المكان اللي احنا فيه، فهذا نوع ما طمن الناس. كذلك الناس صارت خطوط الدعم موجودة سواء من عدة مؤسسات، فالمرضى يعني قادرين انهم ياخذوا الدعم النفسي من جميع المؤسسات. الاطباء حاليا موجودين في جميع المجمعات الصحية في على انحاء السلطنة، فالدعم النفسي متواجد لهم، اللي يعبر عن خوفه قلقه في كثير من البرامج، المحاضرات اللي جلسنا نبثها عن طريق زوم، التواصل الاجتماعي، في التلفزيون للتقليل من الضغط النفسي. وكذلك الناس بدأ عندها، خصوصا نسبة الناس المتعافين، بدأ نوعا ما هم نفسهم يقدموا دعم للآخرين لأن هم مروا بنفس الضغط النفسي، نعم. فيكونوا فاهمين. أنا شفت حالات يعني متى صار عنده الضغط النفسي، هو متعافي تماما نعم. وكانوا مخبين عليه انك انت عندك كوفيد عشان مراعاة للجانب النفسي، لكن بعد التعافي خبروا انك كان عندك كوفيد فتعب نفسيا، سبحان الله، فلأنه كان ما عارف انه هو يعني بيطلع من رغم حال انه من تجاوز المرض سبحان نفسه. الله. ايوه نعم. فتعبوا نفسيا. طيب، يعني من خلال هذه التجربة الآن دكتورة، من الأشهر من التعامل مع هذه الجائحة والتعامل النفسي أيضا مع المصابين ومع الكادر الطبي أيضا الذي يتعامل مع المصابين بصفة يومية، ما هي أبرز النصائح في الجانب النفسي اللي ممكن نتكلم عنها اللي يمكن الإنسان يتعايش مع هذا الفيروس؟ يعني النصائح اللي نهتم فيها احنا مثل ما نهتم في حياة حاجات كثيرة نعملها، نهتم بصحتنا الجسدية وإلها يعني علاقة بالجانب النفسي بشكل كبير. مثلا أول شيء احنا ناكل أكل صحي، الرياضة المستمرة، النوم الكافي، تقليل المنبهات، هذه صح إنها تشتغل على العامل الجسدي ولكن إلها ارتباط كبير بالجانب النفسي. كذلك ان استمرار الدعم من الاهل، الاصدقاء، حتى عن طريق التواصل الاجتماعي اذا احنا ما نقدر نروح عنهم عشان نتجنب التجمعات، التواصل معهم عن طريق الهاتف، السوشيال ميديا، الناس اللي تحس انها تحتاج تتواصل مع المختصين في العامل النفسي نعم. للاستشارة والطمأنة. كذلك شكرا جزيلا لك يا دكتورة عزة بنت محمد وفي حالة كذلك في الهنائية. حالة الإصابة، نعم، تفضلي تفضلي دكتورة باختصار. ايوه كانت النقطة الأخيرة كانت إن في حالة إن الإنسان انصاب بالعدوى لا سمح الله،
التوجه للمؤسسة في البداية في حالة التعب، علشان أكثر أغلب الحالات وحالات كثيرة من الناس اللي تدهورت حالتهم لأنهم تأخروا للوصول للمؤسسات الصحية. فمن البداية يطلب الدعم، يروح للمؤسسة يتابع حالته، كذلك نتجنب التدهور في الحالة الصحية والنفسية كذلك. والله يحفظ الجميع ويشافي الجميع إن شاء الله. الدكتورة عزة بنت محمد الهنائية، طبيبة أخصائية أمراض نفسية إن شاء بمجمع الله. صحي بركة، شكرا جزيلا لك. الحديث أيضا هنا متابعينا الأعزاء عن التعامل مع هذه الجائحة، مع استمرارها، تعاملنا أيضا مع كثير من الأمور والجوانب الاحترازية، منها ارتداء الكمامة، المعقمات، وغسل اليدين باستمرار، الحرص على النظافة والتباعد الجسدي. إلى أي مدى هذه الممارسات أصبحت ثقافة الأفراد في التعامل مع هذه الجائحة؟ نتابع ذلك في هذا التقرير. على اسمك من عشاق ذاكرة وتزيد الأشواق.